السلام عليكم شباب، ان شاء الله طيبين. ويانا فيديو شرح كيفية عمل مقدمة لقناتك على اليوتيوب. يرادنا نستخدم برنامج هذا لجند، هذا البرنامج لجند وفيديو شو لتحرير الفيديو. ندخل على البرنامج، طلع لك هنا تكتب اسم قناتك، مثلا صار قناتي انيموس اندرويد، دوس صح، دوس على هاي علامة التشغيل، راح يطلع لك الخامات او النمط تستخدمه للفيديو المقدمة. مثلا استخدم هذا، انا يعجبني، من هنا تختار اللون، اختار اصفر. شباب ما تشوفون مقدمة حلوة، نريد نحفظها، ندوس على هذا السهم، قلنا نحفظ ك جي اي اف يعني صورة متحركة، او حفظ كفيديو، حفظه كفيديو جار الحفظ. بعد ما نحفظ هسه نحفظ، هو ندخل على هذا الفيديو، شو محرر فيديو، تحرير فيديو، ندوس كل ندوس على الفيديو. وين احنا اللي اختارينا هذا سويناه، 6 ثواني نروح ندوس عليه، ابدا ندوس على الموسيقى، نختار الموسيقى على مود يطلع بوتشي حلوه، لا ما حلوه، نختار هاي حماسيه شوي حلوه، استضافه موسيقى مثل ما تشوفون، سايت اللي راح نحطها بداية أي فيديو، نقدر نحطها بداية أي فيديو، راح تطلع مقدمة القناة مالتك حلوة مرتبة. إن شاء الله عجبكم الشرح، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، مع السلامة.